مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذا المساء الرمضاني الجميل وهذه الحلقة الجديدة المتجددة من البرنامج الأسبوعي نقطة على الصدر. هذا البرنامج الذي نتناول فيه الحقيقة بكل مهنية وحيادية، وذلك عبر شاشة قناة صلاح الدين الفضائية. فأحياكم الله أحبتي المشاهدين والمتابعين أينما كنتم في كل مكان. أحبتي المشاهدين، هناك مواضيع وملفات عديدة سوف تكون على تماس مباشر مع المواطن، وأنا بدوري سوف أطرحها على مائدة الإعلام مع ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عمر طارق الشنداح قائم مقام قضاء تكريت. فحياك الله يا دكتور عمر، ضيفا عزيزا علينا اليوم في قناة صلاح الدين الفضائية، ورمضانك مبارك. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد على هذه الاستضافة في هذا المساء الرمضاني. أقدم تهاني وتبريكات لعموم شعبنا العراقي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أمنياتنا للجميع بأن يعم الخير والأمان في كل أرجاء المعمورة. اللهم آمين، وتحياتنا لجنابك دكتور عمر. دائما برمضان يكون يعني الكلام شوية هادئ، ويمكن ما بي نوع من التشنج، وإن شاء الله إحنا اليوم محاورنا راح تكون خفيفة، ودائما هي محاورنا وأسئلتنا تطرح من خلال ما يصبو أو يطمح إليه المواطن في محافظة صلاح الدين. دكتور عمر، أنت اليوم قائم مقام قضاء تكريت، رئيس وحدة إدارية مهمة في محافظة صلاح الدين. بداية، كيف تقيم الوضع العام في قضاء تكريت تشمل كافة الخدمات في هذا القضاء؟ تفضل. مرة ثانية أقدم شكر وتقدير لجنابك على هذه الاستضافة لتوضيح مجمل أمور مهمة تخص مركز محافظة صلاح الدين. تكريت هي مركز محافظة صلاح الدين كما هو معلوم، تكاد تكون الآن من يعني كبريات مدن صلاح الدين. يعني أعتقد اليوم هو القضاء الثاني بعدد السكان بالنسبة لصلاح الدين بعد قضاء سامراء بسبب الأحداث الأخيرة. عموم العمل الخدمي المقدم داخل القضاء يعني كان بوتيرة متزايدة، وصل إلى مراحل لا نقول متقدمة لكن مقبولة جدا في فترة قبل دخول التنظيم الإرهابي إلى مركز المحافظة. الجميع يتفق على مقولة تقول أن الوضع العام كان قبل دخول التنظيم إلى تكريت كان وضع جيد جدا فيما يخص الحالة العامة للقضاء. الظروف ألقت ظلالها، بالإضافة إلى ما حصل بعد ذلك من يعني إجراءات حكومية تتجه باتجاه التقشف أو تقليص النفقات. حقيقة ألقت بظلالها. احنا من نتحدث بهذا الموضوع كأن يكون شماعة لغرض يعني تعليق الأخطاء. نعم، عمر لديش المرحلة دكتور عمر. اليوم أيضا هنالك يعني خطوات مهمة في مركز المحافظة اليوم. اليوم بشكل عام تقدم الخدمات بمحاور مختلفة لها أولويات مختلفة. اليوم الوضع الأمني أيضا يعتبر خدمة تقدم للمواطن، عنصر مهم، عنصر اليوم مهم. يكاد يكون هو يعني الحلقة الأساس في هذا الموضوع. اليوم الجهد الأمني على مستوى القوات الأمنية العاملة بمختلف مسمياتها، الشرطة المحلية، قيادة العمليات، الأجهزة الاستخباراتية، جهودها متميزة في حفظ الأمن. يضاف إلى ذلك تعبئة الشارع اليوم في مركز المحافظة، تعاون المواطن مع القوات الأمنية مختلف بشكل كبير عما كان عليه سابقا، وبالتالي هذا التزاوج والاندماج بين الجهدين حقيقة صنع حلقة مهمة وهي الحلقة الأمنية. اليوم مستواها يعني يفوق الجيد جدا. هذا ينطي آفاق وينطي مؤشرات مهمة لبقية الخدمات. هذا ملف. الملف الثاني هو ملف الأهم أيضا لا يقل أهمية عن الوضع الأمني، هو موضوع التيار الكهربائي. لا نزال حقيقة نحن في مركز المحافظة ضمن يعني حصص تعطى لكل قضاء من أقضية صلاح الدين. لا نزال في هذا الملف في إشكاليات معينة
ما شهدناه وين مواطن الخلل بالضبط دكتور في هذا الملف؟ احنا عموما الحيوي. صلاح الدين ليس فيها محطات توليد كافية تغطي احتياج المحافظة. طيب. ما موجود من محطات توليد سواء شكل ديزلات او الكهرومائية في ساعه مره المركزيه لا تتجاوز ثلث احتياج المحافظه ضمن احتياج القضاء. نعم. الزيارات المتكرره والمطالبات المتكرره للوزاره بزياده الحصه لصلاح الدين، هنالك حصه يعني مخصصه لصلاح الدين، لكن بالواقع الحال ليس هناك خطوط نقل لنقل هذه الطاقه. زين. اليوم محافظه صلاح الدين تعمل منذ فتره لاصلاح الابراج المتضررة بين برداد، رغم قلة الإمكانيات، رغم قلة التخصيصات المالية، لكن المحافظة يعني شعرت بأهمية هذا الملف وحساسيته بالنسبة للمواطن، خصوصا في فصل الصيف. يعني هذا الشعور كان مبكر، استعدت لهذا الموضوع من خلال مشروع يقام الآن لإصلاح الأبراج المتضررة، وبالتالي تنقل طاقة إلى صلاح الدين قد تصل ساعات التجهيز فيها إلى يعني قرابة 18 إلى 20 ساعة خلال شهر الصيف المقبل، أشهر الصيف المقبلة. دكتور، يعني ظل ملف الكهرباء وظل موضوع الكهرباء علامة استفهام حقيقة. نعم. منذ 2003 ولحد هذه اللحظة، رغم وجود الموازنة الاتحادية الكبيرة العامة بالنسبة لموازنة العراق، لكن هذا الملف لم يحسم بشكل نهائي وبشكل حقيقي حتى أقدر أخدم المواطن. يعني هذه قضايا متعلقة بالسياسة وزارة الكهرباء بالسنوات الماضية، لكن هذه السياسة على طول السنوات الماضية كانت سياسة فيها إخفاقات كثيرة، وضعت الحكومات المحلية على مستوى المحافظات والأقضية في حرج في خلال السنوات الماضية جميعها. مظاهرات كانت تخرج في جنوب العراق وحتى في بعض مناطق صلاح الدين، احتجاجات أو وقفات احتجاجية لأجل إصلاح الوضع العام للتيار الكهربائي. عموما أنا تحدثت قلت أنه صلاح الدين لا تزال غير منتجة للطاقة الكهربائية، مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية نوصل يعني حد الإنتاج أو مرحلة الإنتاج، مشاريع الإنتاج لصلاح الدين قد تكتمل إنجازها وعملها خلال عام 2021، أي بعد سنتين من الآن على أقل تقدير. طيب. ما موجود الآن كما أشرت هو طاقة تنقل من بغداد وتنقل من القيارة إلى صلاح الدين، وبالتالي هذه الطاقة المنقلة الناقلة يعني تتعرض لكثير من المشاكل. بين الحين والآخر هناك سقوط لأبراج، أو بالفترة السابقة كان تعرضها لاستهداف الإرهابي، وبالتالي تلقي بظلالها على الحياة العامة خصوصا في فصل الصيف. نتمنى أنه يتم حسم هذا الموضوع دكتور عمر بشكل سريع، وسيما نحن اليوم مقبلون على يعني فصل الصيف وشهر تموز وآب، ومعروف هذين الشهرين يعني في درجة الحرارة تصل إلى 50 وربما أكثر. فنتمنى أنه يتم حسم هذا الموضوع ولو بنسبة 50 أو 60% حتى نقدر نخدم المواطن. ايضا هناك موضوع اخر دكتور، موضوع التجاوزات اليوم اللي قاعد نلاحظها للاسف وبكثره على الممتلكات العامه وعلى الارصفه في شوارع مدينه تكريت. وجنابكم الكريم ظهر في اكثر من تصريح يندد بهذه الظاهره السلبيه، ونشوف احنا اليوم بكثره داخل احياء وشوارع المدينه. فشنو اجراءكم اللي اتخذتوه بصدد هذا الملف وهذا الموضوع؟ نعم، لجنة رفع التجاوزات على مستوى القضاء تتكون من عدة دوائر. نعم. من ضمنها دوائر البلدية ودوائر الشرطة، بالإضافة إلى دوائر عقارات الدولة فيما يخص الممتلكات تعود لوزارة المالية برئاسة القائم مقام. طيب. عموما أنا أتحدث ضمن حدود بلدية قضاء تكريت. يعني إذا أردنا نتحدث بشكل يعني تفصيلي، نقول ان قضاء تكريت هو من يعني احد اقل الاقضيه في صلاح الدين. نعم. في موضوع التجاوزات. على سبيل المثال عندما قدمت الدوائر المختصه ل على سبيل المثال مشاريع متعلقه بتاهيل الطرق والتبليط وحتى مشاريع المجاري او حتى المتعلقه ببناء المدارس، لم يذكر في احداهن ان هنالك تجاوزات على هذه الممتلكات العامه ضمن حدود قضاء تكريت. طيب. يعني في بعض الاماكن اذا اردت ان تبني مدرسه ستجد في مكان الذي
مخصص لبناء المدرسة هنالك دار أو غير ذلك. بس احنا نشوف التجاوزات، عذرا على المقاطعة دكتور، نشوف التجاوزات من قبل أصحاب المحال التجارية. نعم. من قبل المطاعم على الأرصفة. نعم. والأرصفة. نعم. هي ممتلكات عامة وحق. نعم. المواطن. نعم. احنا مو بصدد أنه نقطع رزق العالم، بل نحافظ على جمالية للمدينة، نرتقي بمستواها الخدمي، نساعد المواطن في الارتقاء بمستوى محافظة صلاح الدين ومدينة كريت بشكل عام. نعم. واليوم بدنا نشوف يعني أكثر المواطنين مسوين يعني خلينا نقولها بالعامية فد لوكيشن أو فد كاريزما أو ديكور أمام المحل أو المطعم، ويقول أنا مدى أذي المقابيل، بالعكس تضيف جمالية بالنسبة للشارع وللمحل وللمدينة. فشو ردك على هذا السؤال؟ احنا لجانا تتجول في يعني مرات عدة خلال الأسبوع. نعم. على خصوصا الشوارع اللي تم تأهيلها وداخل حدود البلدية، وتم تأهيلها بالأرصفة والإنارة، ويعني كانت شوارع متكاملة. طيب. احنا نتجول عندما نجد ان هنالك تشويه، اولا على مستوى تشويه الواجهات فيما يخص المحال التجارية او حتى. نعم. بعض المهن اللي تكون موجودة في الأحياء في الشوارع التجارية، احنا نوجه بضرورة ان تكون ظواهر إيجابية او طيب. يعني تتسم بالجمالية حتى تعطي، حتى لو كان حتى متجاوز. نعم. اذا لم يكن هنالك ضرر في المسار او تحديد لحركة المواطنين. نعم. في هذه المناطق. على العكس اليوم مثلا عندما تتجول في شارع الزهور في تكريت، هو اكو نقطة مهمة اخرى، هو الفترة الزمنية كلما يعني تقدم الوقت هنالك تظهر فيما يخص واجهات المحلات. نعم. طرز جديدة من الديكورات. ففي بعض الأحيان قد لا نتدخل نحن في توجيه هذا المحل أو ذاك المحل، لكن بالحدود المسموح. لكن هذا العمل يوم بعد يوم بسبب التطور، قلت لك الديكور بالنسبة للواجهات الخارجية، نجد أن. نعم. صاحب العمارة ذاتيا قد أظهر عمارته بالشكل المطلوب وبالشكل. طيب. يعني الجميل. عموما نحن نتجول فيما يخص استغلال الأرصفة، الجزرات الوسطية، نعمل بشكل الأحمد مستمر الموجودة بالشوارع. نعم. أيضا. نعم. دكتور، نعمل بشكل مستمر على إزالة التجاوزات على الأرصفة، خصوصا لي يعني إيجاد طرق مناسبة للمواطنين للسير. هنالك ممتنعين، هنالك مواطنين حقيقة في بعض الأحيان نستخدم الصلاحية. نعم. غرامات مستمرة. نعم. الحقيقة كانت جولاتنا الأخيرة لها أثر في يعني التزام المواطنين. نعم. بذلك اليوم احنا مجرد أن نبلغ، سابقا كنا نبلغ ونقف ونتحدث بفترة طويلة، يلا يعني بعد ذلك يحصل فيها. نعم. إزالة للتجاوز. اليوم مجرد أن يبلغ المواطن له علم. نعم. نعم. احنا اليوم مثلا على مستوى منطقة القادسية شارع البلاج يعني تم تصفيته من كثير من المتجاوزين، كذلك. نعم. شارع المستشفى المؤد إلى مستشفى العسكري أيضا كان هنالك عديد من المتجاوزين. على جانبي الطريق هو طريق مهم تسلكه السيارات بكثرة، أيضا الزائرين إلى المستشفى، بالتأكيد. هذا يعطي جانب سلبي فيما بقت هذه التجاوزات، اليوم تم إزالتها، ولدينا خطة متكاملة لترتيب أحوال المدينة بشكل. نعم. عام. أيضا لا ننسى اليوم أن المدينة هي لا تزال فيها يعني أعداد ليست بالقليلة من. نعم. العوائل النازحة من أقضية أخرى. مثلا قضاء بيجي لا يزال نسبة كبيرة قد تصل إلى نصف عدد. طيب. سكان القضاء. راح أجي إن شاء الله على موضوع. نعم. النازحين، عذرا. نعم. دكتور عمر، إيش قد نسبة التجاوز اليوم بعد هذه الجولات الميدانية التي تقومون بها، إيش قد ظلت نسبة التجاوز داخل مدينة تكريت؟ يعني اليوم احنا اذا الشوارع المخدومة والشوارع اللي تم تأثيثها من قبل بلدية تكريت، هذه التجاوزات لا تتجاوز 20% من ما موجود في واقع الحال. هنالك. طيب. بقايا تجاوزات في المناطق او في هذه الشوارع، نحن نعمل يوم بعد يوم على ازالتها. بالاضافة الى توجهاتنا في عزل بعض الاختصاصات، مثل بعض الاختصاصات الموجودة داخل مركز المدينة في مجمعات متكاملة. اليوم الحي الصناعي في مدينة تكريت يعني مكتظ، يعاني مكتظ أيضا من الإهمال مكتظ الحقيقة، مكتظ هو ومكتظ بالمحال التجارية. اضطر البعض، أنا قلت لك اليوم تكريت فيها عدد سكان كبير، فيها عدد كبير أيضا من النازحين. احنا نعمل على فصل المهن داخل المركز المدينة، اليوم نحتاج. نعم.
وكتبنا وخاطبنا وطلبنا من خلال ميزانية عام 2019 أن تكون هنالك أسواق موحدة مثلا للاختصاصات التالية: للأعمال التصليح المنزلية الكهربائية يكون لهم سوق مختص في منطقة معينة، باعة السمك أيضا يفترض أن يكون لهم سوق مختص أيضا فيهم، باع حتى الجزارين يكون لهم سوق إذن مختص. إذا أماكن مخصصة، نعم، كل مكان مخصص لفئة معينة. لا ننسى أيضا اليوم تكثر ظاهرة محال تصليح الإطارات داخل مركز المدينة، احنا نعتبرها يعني فيها شيء من التشويه لمنظر المدينة وفيها كثرة أيضا داخل مركز دكتور المدينة. عمر ما جاوبتني، نعم. أكو إمكانية نفتح حي صناعي ثاني؟ احنا عندنا مساحة واسعة بأطراف مدينة تكريت، وأحل هاي المشكلة، خلي أبدي بهاي المشكلة البسيطة وبعدين المشاكل الباقية لربما تكون بسيطة. التصميم الأساسي لمدينة تكريت يوجد فيه حي صناعي، يعني مخصصة قطعة أرض لأن تكون، نعم، حي صناعي بالقرب من الطريق الحولي السريع مقابل منطقة الديوم. طيب. هذه الأرض مخصصة أن تكون يعني حي صناعي في هذه المنطقة، لكن تحتاج حقيقة إلى إيصال خدمات، تحتاج إلى يعني عمل متكامل لأجل أن تكون جاهزة لتحويل الحي الصناعي الحالي أو نقل بعض المهن الموجودة داخل المدينة. هذا الموضوع موجود اليوم على خارطتكم؟ موجود. بالنسبة للموازنة موجود وأيضا لا، هي كموازنة اليوم ليس هنالك إمكانية لبناء، نعم، هكذا مشروع بسبب قلة التخصيصات المخصصة، وهنالك، نعم، بالإضافة إلى ذلك أولويات فيما يخص الموازنة، أولويات لخمس قطاعات البقية دكتور: قطاع الكهرباء، نعم، قطاع التعليم، قطاع الصحة، طيب، قطاع البلديات. هذه القطاعات هي لها الأولوية اليوم ضمن مشاريع، ضمن التوجيهات العامة، نعم، للحكومة المركزية للمحافظات في أنها لها أولوية في موازنة عام 2019. طيب، نعم دكتور، خلي ننتقل إلى موضوع مجسر الدلة. نعم. وجنابك دشوف حجم الازدحام الهائل اللي يصير بموقع مجسر الدلة. مجسر الدلة وضع الأساس قبل عام 2014، لكن توقف بعد الأحداث الأخيرة اللي عصفت بالمحافظة منذ ما يقارب يمكن الأكثر من 5 سنوات. نعم. دكتور، نعم، عمر، يعني بالميزانية مالت المحافظة أكو خطة أنه أعيد تأهيل وبناء وإنشاء هذا المجسر؟ وهذا المجسر إذا صار يا دكتور عمر ترى راح يخدمني ويخدمك ويخدم المواطنين في محافظة صلاح الدين. أستاذ أحمد، نود أن نوضح نقطة مهمة في أن المشاريع في تكريت، نعم، وعموم صلاح الدين هي ذات مصدرين للتمويل، وقد تكون 3 مصادر. المصدرين الرئيسيين هي أن تكون المشاريع المخصصة من قبل الوزارات، خطط استثمارية للوزارات. نعم. مجسر الدلة هو من المشاريع الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال. طيب. المخصص إلى محافظة صلاح الدين قضاء تكريت. طيب. بمبلغ إجمالي يصل إلى 23 مليون صرف منه جزء على مقدار العمل المنفذ، ليس كما يقال أن المشروع قد صرف مبلغه بالكامل وهذا الذي يطرح دائما. نعم. اليوم تمويل المشروع ليس من محافظة صلاح الدين، من وزارة الأشغال والبلديات والأشغال. وزارة الأشغال والبلديات منذ اليوم الأمن والأمان الحمد لله تحقق. الوزيرة السابقة للوزارة أكثر من مرة طرح الموضوع وخاطبت، نعم، المحافظة بهذا الخصوص. طيب. بعد استلام السيد وزير البلديات ايضا اليوم يعني في الايام الاولى زيارته كان زياره من قبل سيد المحافظ ورفقه الساده اعضاء مجلس النواب ايضا، لكن حقيقه نتحدث لحد الان لم يصل تمويل للشركه المنفذه لهذا المشروع. نوعد بان هنالك تخصيص للمشروع، ما اخفي عليك، يعني اعتقد بعد 5 سنوات يلا أعتقد نقدر نبدي نشتغل. أعتقد المبلغ المخصص اذا كرر كل عام هنالك 10 أعوام مقبله لحين انتهاء العمل من مشروع مجسر الدله. هذا اشكال كبير. احنا خاطبنا المحافظه يعني
مرات عدة، والسيد المحافظ رجل متعاطف مع هذا الموضوع ومتبني هذا الموضوع. انت قاعد تفوت من هذا الطريق. نعم نعم، متبني هذا الموضوع الازدحام. حتى وصل حتى وصل الموضوع في ان تخاطب الوزارة في اشغال في الغاء المشروع، لكن القرار ليس بالهين، ليس بامكان شخص في اي مسؤوليه في الدوله. انت جنابك تقول منها العشر سنوات اذا بقى اذا بقى التخصيص على ما هو عليه او ما وعدنا به من تخصيص على ما هو عليه لن ينفذ المشروع قبل عشر سنوات مقبله. اذا الازدحام في تزايد. نعم، احنا مع ذلك تناقشنا مع السيد المحافظ بهذا الخصوص. نعم. لدينا مشروع لاكساء شوارع مختلفة في مناطق مختلفة ضمن حدود قضاء تكريت. هذا هو سؤالي دكتور عمر، والنقطة أنا أقول يعني الطرق الفرعية اللي تحتاج إلى تعبيد لدينا مشروع مع محافظة صلاح الدين ضمن مشاريع عام 2019 خصوصا منطقة القادسية، هذا موضوع آخر. لدينا مشروع إكساء طرق مختلفة إكساء. نعم. ولدينا أيضا مشروع تبليط. طيب. ضمن مشاريع 19 لقضاء تكريت. يا شوارع بعد أن ناقشنا الموضوع مع السيد المحافظ اتفقنا على الآتي. سنقوم بتبليط شارعين محوريين رئيسيين. طيب. مجاورين لمركز مشروع مجسر الدلة لفك الاختناق. طيب. وتعديل الطرق سيتم إكساءها. وبالتالي القادم من منطقة الجسر سيدخل إلى مركز القضاء بسلاسة، والخارج من قرب مصرف شيشين باتجاه الجسر. شكرا. العمل بهذا المشروع قريبا إن شاء الله دكتور. سيبدأ العمل بمشروع إكساء شوارع. طيب. مختلفة ضمن حدود قضاء تكريت. الطرق الفرعية والشوارع الفرعية. نعم. خصوصا في يعني منطقة القادسية معروف. ولكم جولات دائما ميدانية. نعم. مع السيد مدير بلدية تكريت، ودائما تقفون على هذه. نعم. الجوانب الحيوية اللي هي دائما تكون باشر مشروع مع قضاء. مشروع مجاري قضاء تكريت المحال أيضا في نهاية عام 2012. طيب. يعني بعد الأحداث الأخيرة قبل تقريبا شهرين بوشر بالعمل. وتم يعني محافظة صلاح الدين أعطت للجهة المنفذة أو الشركة المنفذة سلفة على قدر أعمالها المقدمة. نعم. وهي الآن في مباشرة للعمل، تنتظر خلال الأيام المقبلة كمية من التجهيزات والأنابيب من إحدى الدول العربية أن تصل، ويبدأ العمل بشكل فعلي داخل هذه المنطقة. كما هو معلوم ليس بالإمكان لبلدية تكريت أن تبلط شارعا واحدا غير مخدوم بخدمة المجاري، وبالتالي هذه المشكلة هي التي يعاني منها حقيقة أهالي منطقة القادسية بشكل عام، لكن خصوصا في فصل الشتاء. نعم نعم، هنالك مشكلة حقيقية سببت إشكاليات كثيرة وإحراج حتى بالنسبة لنا كإدارة محلية للقضاء، لكن ما ممكن أن نبلط الأفرع الداخلية داخل حدود داخل منطقة القادسية ما لم يتم حسم موضوع المجال. مع ذلك نحن نرى باهتمام مشاكل المواطنين ومعاناتهم، ونجد ما نستطيع أن نقدم به خدمة. مثلا على سبيل المثال هنالك في منطقة القادسية مناطق أو شوارع عامة ذات تسمى سايدين. احنا السايدين احد هذه يعني المسارات سيكون خط للمجاري. طيب. الخط الثاني بلدية تكريت وباشرت يعني منذ فترة طويلة بتبليط هذه الشوارع، بلطت شارع البلاج وبلطت الشارع الجراج القادسية. طيب. اليوم يعني احنا ايضا ضمن مشاريعنا الاكسائية داخل قضاء تكريت سنقوم بتبليط الشارع الحولي باتجاه منطقة التأهيل الطبي. سنقوم أيضا بتبليط الشارع المؤدي. نعم. إلى مستشفى صلاح الدين العسكري. وأيضا ندرس تبليط مسار من أحد مسارات الشارع الأخير في منطقة القادسية. جيد. في منطقة القطعة 500. دكتور، كل هذه الشوارع وكل هذه الطرق الحيوية والمهمة نقدر نقول منا نهاية العام سوف تحسم على الأقل نصف. نعم. هذه. نعم. المناطق هاي مسار من مسارين في شوارع رئيسية داخل منطقة القادسية. طيب. شارع النجدة النهرية تم إكساء أيضا العام. جيد. الماضي. المسارات الرئيسية الحيوية اللي يستخدمها المواطن احنا وجدنا لها مجال للإنهاء للمعاناة حقيقة. تتمنى يتم حسم كل هذه. نعم. المواضيع. نعم. ونقدم خدمة جليلة فيما يخص بقية الأحياء اللي تحدثت عنها. نعم.
سنقوم بتبليط بعض المناطق السكنية داخل مركز المحافظة. على سبيل المثال منطقة شارع الباشا فيها شوارع لم تكن مبلطة بالفترة السابقة، سنقوم بتبليطها. بالإضافة المنطقة اللي تقع أي ما تسمى منطقة حي سلمى التغلبية خلف مجلس المحافظة القديم، بالإضافة إلى بعض الشوارع في حي البلديات والحي العصري وحي شيشين أيضا، ستشمل فيها عمليات إكساء لبعض الشوارع في هذه الأحياء. ولدينا أيضا مشروع مهم كبير سيباشر به العمل خلال عام 2019 من مشاريع صندوق إعادة الإعمار، وهو رصف أرصفة متكاملة وإكمال إكساء شوارع حي الزهور من تقاطع بداية الزهور بالقرب من متنزه زيونة باتجاه كلية التربية للبنات. نقدر خلي شوية نوسع الأرصفة والشوارع دكتور، ما شاء الله اليوم يعني نسبة السكان كبيرة داخل مدينة تكريت والسيارات والمركبات وما شابه ذلك. يعني ما شاء الله اليوم يعني المواطن راح يتحدث يقول اليوم بس نسمع مشاريع ولم نجد، لكن ان شاء الله احنا عندنا مواضيع خلال هذه الفتره المقبله. احنا عام 2019 حقيقه، خلي يسمع المواطن من هذا الكلام. عام ان شاء الله سيشهد مشاريع مهمه على تماس مباشر بحياه المواطن. لا نقول كل المعاناه او جزء كبير من المعاناة، لكن سيرى المواطن حقيقة عمل حقيقي على الأرض يلامس حاجته الحقيقية في عموم قضاء تكريت إن شاء الله. دكتور راح نتطرق إلى باقي المواضيع والملفات ولكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. إذن أحبتي المشاهدين نذهب بفاصل ثم نعود لتكملة محاور هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين، وهذا المساء الرمضاني الجميل وهذه الحلقة من برنامج نقطة على السطر، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ الدكتور عمر طارق الشنداح قائم مقام قضاء تكريت، فحياك الله من جديد دكتور عمر. وسهلا سادة. نتطرق إلى موضوع آخر، موضوع تسعيرة المولدات، وأيضا هذا موضوع مهم، ويعني توصلنا الكثير من المناشدات والشكاوى ترد إلى قناة صلاح الدين وإذاعة صلاح الدين FM. أكو تفاوت اليوم بتسعيرة أمبير المولدات من منطقة إلى أخرى داخل مدينة تكريت ما بين الذهبي وما شابه ذلك، فشلون نقدر نحسم هذا الموضوع ونقدم خدمة جليلة للمواطن في هذا الملف دكتور عمر؟ حقيقة موضوع مهم يجب أن نتطرق إليه بتفاصيل كاملة. الملف سابقا ولا يزال يعني بإشراف المجلس المحلي لقضاء تكريت. اللجنة المتخصصة بذلك لجنة الطاقة هي التي يعني تمنح أغلب العمل، صلاحية العمل، تجهيز الوقود لهذه المولدات ضمن حدود قضاء تكريت. للموضوع تفاصيل كثيرة حتى تسعر تسعيرة مناسبة للمواطن تنجح خلال شهر كامل، يعني مداها شهر كامل، عندك متغيرين غير قابلة للانضباط. أولا ساعات التجهيز فيما يخص التيار الكهربائي الشبكة الوطنية بشكل عام بسبب اعتدال درجات الحرارة بشكل عام يقل الاستهلاك المنزلي، تزيد ساعات التشغيل أو التزويد للمواطن. هذا نسبيا غير مستقر، يعني مجرد أن اعتدلت درجة الحرارة صار عندنا وفرة بالمنتوج، تحسنت الكهرباء أصبحت اعتراضات. هذا جانب. هذا يعني لما تريد تسعر لازم أنت تستند على ثوابت. هذا الثابت الأول هو متغير. هذا أولا. ثانيا حقيقة ليس لدينا بدائل للمولدات الأهلية في داخل المناطق. يعني أنا اليوم أستاذ أحمد عنده مولد، أود أن يعني أنهي علاقتي معه في تلك المنطقة ويعني أغادر هذا
المكان أطلب منه أن يغادر أو أشيل طيب. هذا المولد كعقوبة نهائية لعدم الالتزام. ليس لدينا بدائل متوفرة سريعة يسيرة دكتور. لهذه المنطقة. أعرف نقطة مهمة. أكو تزويد بمادة الغاز بشكل منتظم بالنسبة لأصحاب المولدات. بس أقول المولد يقول لك والله أنا هالشهر موجود يزودني، شهر اللي يجي أنا دا أشتريه على حسابي. فيقوم يتسعر بكيفه هو هذا هم متغير، هذا هم متغير. ما توعز به دائرة الكهرباء للمنتوجات النفطية من ساعات تزويد طيب. تيار كهربائي، على أثر ذلك تحدد كمية الغاز طيب. المجهزة للمولدات. عندكم لجان يعني مختصة وإلها عمل دوري على هؤلاء المولدات أو أصحاب المجلس المولدات. المحلي للقضاء لديه لجان مشتركة طيب. مع الدوائر ذات العلاقة المتمثلة بشعبة توزيع المنتجات النفطية تتابع التجهيز وتتابع التشغيل وتتابع كل شيء. بس احنا مقبلين على فصل الصيف دكتور. أكو يعني خطة أو مبادرة من قبلكم على مود نقدر يعني نوحد تسعيرة الأمبير خلال فصل الصيف، الحقيقة سواء الذهبي أو غير الذهبي، يعني أسوة بالمحافظات الباقية. تبقى الإشكاليات بسبب عدم انتظام تجهيز الطاقة الكهربائية بالنسبة للشبكة الوطنية، هذا واحد. طيب. الحل الأمثل لذلك هو نصب عدادات في المولدات الأهلية تراقب بشكل دوري من الجهات ذات العلاقة وتعطي التسعيرات. أعتقد موضوع الرقابة لحد الآن لم يكتمل، يعني من كافة الدوائر. شنو السبب؟ تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل اللجان المتعلقة بالمجلس المحلي فيما يخص لجنة الطاقة وشعبة توزيع المنتجات النفطية وحتى مختاري المناطق وحتى المراكز الشرطة الموجودة في المنطقة لأجل متابعة عمل هذه المولدات. نعم. احنا اليوم بعد يوم نزيد من تشديدنا ورقابتنا على المولدات الأهلية وحصر المتجاوزين فيها. جيد. نعمل باتجاه ان تعمل ان تكون التسعيرة باتجاه الخط الذهبي 24 ساعة لان عموم العوائل تطلب هذه التسعيرة. طيب. شوي نقلل من هذه التسعيرة. ترى دكتور يعني المواطن اللي راتبه 300 او 400 الف لمن ينطيها؟ ينطيها لابو الايجار، ينطيها للامور الصحيه، ينطيها لابو المولد يصرفها على البيت. هم شوي خليه نرأف بحال المواطن في هذه الاشهر هو المباركه. احنا التسعيره اليوم بدأت تنخفض. طيب. كانت 25، كانت 20، كانت 18. اليوم التسعيرة 15 للخط الذهبي، 10 للتشغيل الحد الخامسة صباحا. نأمل بعد أن تأتينا حصة لا بأس بها من الكهرباء ستنخفض التجهيز تسعيرة المولد إلى أقل من ذلك. أيضا إحنا نطلب أيضا من المواطنين الكرام يعني توثيق هذه الإشكاليات يعني ببعض الثوابت القانونية. يعني المواطن إذا شاف تجاوز على أبو المولد أو صاحب يعني ممكن أن يراجع يعني إيه إحنا بعض المرات إحنا هذا هم يسبب لنا إشكاليات. المواطن طرح عن طريق مثلا صفحات التواصل الاجتماعي شيء أو عن طريق أو عن طريق يعني. أو عن طريق يعني مسجات ترسل أو على الخاص أو كذا، هذا لا يكفي بالغرض. يعني هذا لا يفي في أن نحل المشكلة بشكل جذري. طيب. إحنا اليوم القضاء كبير، قرابة 180 مولد أهلي داخل حدود البلدية. طيب. أعدادها كبيرة تحتاج إلى جهد. مواطن أيضا معانا، نطلب منه توثيق هذه الإشكاليات وهذه الشكاوي بشكل صريح. وأعتقد إحنا ما راح نقصر معهم في استجابة لهذه أتمنى تكون الإشكاليات. تكون يعني مساعدة ونعمل بيد واحد من أجل خدمة المواطن. يجوز أني عندي أدفع، يجوز جنابك عندك أكيد تدفع. أكيد. بس المواطن اللي راتبه 400 وأقل من 400 هذا شوية يكون زحمة عليه يا دكتور عمر. أيضا اجتمعتم بالمختارين قبل أيام قليلة حول ظاهرة سلبية اليوم انتشرت داخل مناطق مدينة تكريت، منها تربية المواشي داخل البيوت. وإحنا نعرف بيوت أكو بالقادسية حسب ما وصلتنا المصادر لقناة صلاح الدين الفضائي والبرنامجنا، أكو بيوت داخل منطقة القادسية بانين غرف عذرا لهؤلاء المواشي، والرائحة وما شابه ذلك تسبب
يعني ضيق بالنسبة للسكان والمنازل الأخرى. فشنو إجراءكم حول هذا القانون الموضوع؟ يمنع تربية المواشي داخل حدود البلديات للمدن. هذا الموضوع متابع من قبلنا بشكل مهم. أنا ما أخفيك، خلال فترة النزوح العامة التي حصلت كثير من العوائل اللي دخلت إلى مركز المحافظة كانت تصطحب المواشي معها، ولا تزال هذه العوائل موجودة، وبالتحديد في منطقتي بكثرة. بس موجودين اليوم دكتور عمر؟ موجودين وهم وهم بكثرة في القادسية وفي منطقة الديوم. لذلك احنا استبقنا الأحداث لعدة إجراءات. أولا بلغناهم في يعني إزالة هذه الحيوانات والمواشي من هذه الحيين ضمن فترة أقصاها نهاية شهر رمضان المبارك. راح تكون هنالك حملة، وألزمنا المختارين. شنو العقوبات اللي ألزمنا المختارين بحق المخالفين؟ احنا ألزمنا المختارين أن يبلغون أصحاب هذه العوائل. احنا محدد المناطق في منطقة القادسية بالتحديد بالقرب من يعني مشروع القادسية جنوب جامعة تكريت وبعض المناطق الأخرى. ألزمنا المختارين اليوم بتبليغهم. ألزمنا شرطة تكريت أيضا بمرافقة المختارين عند تبليغهم. بلغنا بلدية تكريت أيضا بعد نهاية هذه المهلة أنه ترافق هذه الفرق العاملة وسيتم مصادرة هذه المواشي من أصحابها ونمنعها منع بات في أن تكون موجودة. بالإضافة كان أن المحور الثاني باللقاء هو يعني إخلاء المؤسسات الحكومية خصوصا الغير مكتملة من العوائل النازحة موجودين اليوم. يعني أكو بنايات مدارس نحتاج اليوم إلى عمل لأجل تأهيلها، أكو هياكل اليوم متواجدين بها العوائل بلغناهم النازحة. يعني إلى يعني أقصى حدود ممكن أن ينقلوا إلى المجمع السكني الموجود في القادسية. وبالتالي إخلاء المدينة، الدوائر الحكومية الغير مكتملة، الهياكل من حقيقة هذه العوائل، لأن أولا هو سكن غير مناسب لهذه العوائل في أن تكون موجودة، لكن بعضهم يتخذها سكن لقربها من الشوارع العامة، أو حتى بعض الأحيان يستخدموها لأبنائهم يعني بيع بعض المستلزمات. بعض الموجودين في التقاطعات والشوارع الرئيسية. إحنا اليوم بلغنا هذه الجهات في أن تخلي يعني خلال هذه الفترة من شهر رمضان المبارك اللي ترافقها هي أيضا طبعا مناطق متحررة. بالإضافة إلى ذلك فترة الامتحانات بالنسبة للدراسة الابتدائية والمتوسطة تكون قد أيضا اكتملت، وبالتالي دكتور عمر شو كنت نقدر نقول صلاح الدين تكريت أو على الأقل تكريت نقول يعني أصبحت خالية تماما من النازحين؟ طبعا هذا موضوع فيه تداخلات كثيرة، فيه تأثيرات كثيرة، فيه جانب إنساني أخذ أكبر مرات، أخذ أكبر من حيزة. كثير من هذه العوائل يعني حقيقة و يعني مناطقهم فيها عودة، والبعض منهم حتى دورهم غير متضررة، لكن يعني بسبب أو بآخر موجود اليوم. إحنا مع إدارة المحافظة مع القيادات الأمنية نعمل إلى إعادة هذه العوائل. معكم اليوم تعود هذه العوائل إلى مناطقها. أولا لحماية هذه المناطق، استقرار هذه المناطق، بالإضافة إلى أن مركز المحافظة مرآة تعكس ما موجود من عمل المؤسسة الإدارية في المحافظة ضمن القضاء، وبالتالي كل هذه تؤثر على استمرارية العمل، استمرارية تقديم الخدمات. اليوم الزائر اللي يجي ويباوع ما يعطيك عذر أنت عندك نازحين أكيد. ما عندك نازحين يعطي قرار من النظرة الأولى أكيد. في أن المركز المحافظة فيه إشكاليات معينة. الحمد لله من زار مركز القضاء خصوصا محافظي تقريبا 5 محافظات نعم. كان هنالك ثناء وأطراء على يعني عموما المناطق اللي دخلوا بيها، وهذا يعني كان فيها لهم حركة يعني أثنوا على جهدنا. اليوم الأمن والأمان خصوصا فيما يتعلق بالشوارع الرئيسية والشوارع العامة. هناك كثير من المشاريع متلكئة نعمل مع المحافظة على إكمالها فيما يخص مشاريع المحافظة
ومشاريع متلكة على مستوى الوزارات أيضا نعمل لأجل دفع هاي المشاريع باتجاه إكمال إن شاء طيب. الله. دكتور يعني أيضا موضوع رفع الأنقاض بالنسبة لشوارع مدينة تكريت، الأحياء الموجودة في مدينة تكريت في حي القادسية، قبل فترة تم رفع الأنقاض تحديدا في المنطقة اللي مقابل المعارض. نعم. بعدها بيومين أو ثلاثة نعم. شاهدنا أيضا عودة الكتل الكبيرة من الأنقاض والنفايات. طبعا المخلفات الحربية كثيرة، مخلفات ترميم المنازل كبيرة، مخلفات إعادة تأهيل حتى الدوائر الحكومية، نعم، حتى المؤسسات الأمنية اليوم ما يكون فيها من عمل أو أعمال صيانة ليس لديهم حقيقة آليات للعمل. أيضا حتى مؤسسة الحشد الشعبي اليوم الموجودة في في قاعدة سبايكر، جهاز مكافحة الإرهاب، بعض القيادات، بعض المقرات الأمنية تعتمد بشكل أساس في عمليات رفع الأنقاض وتهيئة الأماكن على بلدية تكريت. البلدية اليوم بالإضافة إلى الحملة الأخيرة أو الجهد الكبير الذي خصص فيما يتعلق بالفيضانات وصيانة السداد اللي صارت، ضربت ما موجود المحطة. حقيقة من آليات لا يزال لا يعني ما يغطي ربع الاحتياج. نعم. ربع الاحتياج. يعني شفل عدد 2 لدى البلدية، قلابات ما يوصل عددها 8، جريدر يتيم. فتحت وزارة البلدية طلبت بمعدات كل هذه وآليات. المؤسسات كانسة واحدة، عدد عمال طبعا بالمناسبة في تقليص وليس في ازدياد. منذ 1/4 إلى حد الآن منتصف شهر مايس لم يستلموا أجورهم اليومية هؤلاء العمال البسطاء، عمال النظافة. المفروض هذه الشريحة دكتور أول طبعاً. شريحة أدعمهم اليوم لو ما هم حقيقة بصراحة طبعاً. ماذا نشوف اليوم الشوارع أكيد. يعني نظيفة لو ما هم موجودين أكيد. اليوم قاعد يعملون هناك ثقل كبير في مركز المحافظة كما أشرت، دوائر أمنية تستعين بالجهد البلدي، دوائر خدمية تستعين بالجهد البلدي، فخلي أدعمهم حتى شوية. اليوم حتى اليوم هذه الحرائق اللي تحصل بين يعني الموضوع اللي حصل في موضوع المزروعات حاصيل حنطة والشعير، أيضا في بعض الأحيان يستعينون بالجهد المدني، وبالتالي كل هذا الجهد بآليات قليلة وبإمكانيات مادية قليلة، ومع ذلك نعمل على الأرض. اليوم نحن نسير بخطة مستمرة لمعالجة السلبيات الموجودة في الأماكن العامة في محاولة منا لإظهار مركز المحافظة بالمظهر اللائق الذي يليق بتاريخ محافظة صلاح الدين وأهلها الطيبين. جوابك دكتور عمر يقودني إلى سؤال أيضا، ظاهرة غريبة حدثت تقريبا خلال هذه الفترة، هو استهداف محاصيل الحنطة والشعير في مدينة تكريت. احنا ليش كل ما نوصل إلى موضوع الاكتفاء الذاتي من محصول أو من منتوج معين مباشرة يستهدف هذا المنتوج أو يستهدف هذا المحصول، ومثل ما عرفنا أنه ربما تكون بفعل فاعل كل هذه الأمور. حدثني أكثر شوية عن هذا الموضوع دكتور. يعني هاي الظاهرة سابقا لم تكن تحصل بهذا العدد الكبير من الحوادث. طيب. في المواسم السابقة مواسم الحصاد كانت تحصل هنالك حرائق متفرقة في مناطق متفرقة في صلاح الدين وحتى في مركز. اليوم لا طيب. هنالك كأن يكون توجه لإحصال الضرر بهذا الموضوع كما هو معلوم يعني وقف سد احتياج المناطق من هذا المنتوج المهم. طيب. المؤشرات الأولية أن الحرائق تحصل بفعل فاعل، والمؤشرات أيضا لا تستبعد أن يكون التنظيم الإرهابي لديه يعني يد في هذا الموضوع. اليوم أعلنت المحافظة عن استنفار تام وتوجيه تام للأجهزة الأمنية لأجل إلقاء القبض على المنفذين ومتابعة جهات التنفيذ. أعتقد اليوم هي يعني كما يقول حرب اقتصادية أيضا تشن في هذه المرحلة. قدرنا اليوم أيضا أن نواجه هذه التحديات. الأجهزة مستنفرة، الدفاع المدني حقيقة يعمل 24 ساعة في مواقع مختلفة من المحافظة يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المحاصيل. حتى الدوائر الخدمية اليوم تدعم، اليوم دائرة الماء تهيئ
حوضيات كل مستنفر نعم من مكانة. نعم لأجل هذا الموضوع. طيب دكتور أيضا هناك موضوع آخر ولا ربما يكون يعني غريب نوعا ما، موضوع المتسولين اليوم. نعم. اللي قاعد نلاحظهم بكثرة في شوارع مدينة تكريت عند التقاطعات وبالقرب من المدارس والمؤسسات والأسواق وفي كل مكان، موضوع المتسولين شلون أقدر أحل هذا الموضوع وأحتوي هذه الظاهرة السلبية اللي بدأت يعني تلقي بظلالها السوداء على المجتمع في مدينة تكريت؟ طبعا الموضوع هو حالة عامة موجودة في أغلب المناطق شاهدوها جميعكم. طيب. أيضا هي يعني حالة بدأت تكثر في مركز القضاء خصوصا. طيب. بالتقاطعات احنا تحرينا اكثر من مرة، يعني القت الاجهزة الامنية بصحبتنا على مجموعة من هؤلاء سواء كانوا من النساء او الرجال. عملنا دراسة بسيطة ل يعني اماكن سكنهم على الاقل. اغلبهم هم ايضا من العوائل النازحة. طيب. لكن هي من اغلبهم ايضا من عوائل متكاملة ليس فيها اشكاليات عائلية. طيب. الأب أو الأخ الكبير يجلس في البيت دون عمل ويرسل الأطفال أو البنت إلى هذا المكان لأجل يعني استحصال مبالغ معينة نتيجة بيع هذه المواد في الشوارع العامة. شو أقدر أقضي على هذه الظاهرة؟ الشرطة المكلفة شرطة الأحداث تتابع تتبع القيادة الشرطة صلاح الدين. نعم. تلقي القبض عليهم، تعرض أوراقهم على القاضي، في أغلب الأحيان السيد القاضي يطلق سراحهم لعدم وجود جهة تطلب الشكوى ضدهم. حقيقة هذه إشكالية. إحنا كإدارة قضاء اليوم البعض يأخذ على يعني علينا التساهل في بعض الأماكن كأن يكون فيه باعة متجولين. إحنا نعلم أيضا نقدر أن اليوم كثير من المواطنين فقدوا مصادر معيشتهم. طيب. فاضطر أن يبيع في كباعة متجولين أو أصحاب بسطيات أو حتى باع في سوق الجمعة الأسبوعي. طيب. جميعهم هؤلاء أصحاب عوائل وبالتالي إحنا نحاول أن نمازج نسمح لهم في بعض الأماكن وما نسمح في بعض الأماكن. نتمنى احتواء هؤلاء الأطفال. نطلب دائما من الجهات نرجعهم للمدارس. بالضبط. نلقي لهم فرص عمل. احنا دائما ولا نخليهم بهالمظهر السلبي يا دكتور عمر. احنا دائما نبحث مع المنظمات ذات العلاقة مساعدتهم كمنح تقدم لهؤلاء العوائل لتغطية احتياجات هؤلاء الأطفال. رعاية اجتماعية. ورعاية اجتماعية. بالإضافة إلى أنه نبحث أيضا معهم في يعني إيجاد وسائل معيشة مناسبة من خلال مشاريع بسيطة ومتوسطة لأجل إعانة هؤلاء العوائل. طيب. هي ما يعني نعم موجودة في مركز المحافظة لكن أنا أعتقد هي قياسا إلى بقية المناطق هي أقل. بس احنا دائما نقول خلي نعمل اليوم بشكل. نعم. إيجابي حتى نجعل من محافظة صلاح الدين نموذج. أكيد. أكيد. يحتذى بها بباقي محافظات عراقنا الحبيب. فقرة جديدة في حلقتنا لهذا اليوم دكتور عمر، أسألك وأتمنى أنه جاوبني بكل صراحة، لمن تقول المسامح كريم وعفى الله عما سلف ونحن اليوم في أيام مباركة من شهر رمضان المبارك؟ يعني أقول مسامح كريم لمن فيما يخص شخص يعني لي شخصيا، أقول لكل من أساء لي بقصد أو بغير قصد ما لم يصب الثوابت الأساسية في الحياة. طيب. أقول للجميع أنا بالعكس مسامح للجميع. الكبير أو المسؤول في المجتمع يجب عليه أن يتسم بقلب كبير وجزء نسبة عالية من المسامح حتى يستمر لتحقيق هدفه في المجتمع. جي. لمن تقول للأسف؟ للأسف لأصحاب مقربين في يوم من الأيام كنت أعتبرهم أصحاب لكن ما فتئوا أن كادوا المكايد وعملوا يعني ما لا يقبل
يعني ماكو مجال انه تنجمعون خصوصا من جديد. يزداد الالم ويزداد طبعا الاسف في هذا الموضوع لمن اسديت له خدمه. اكو مجال ترجعون وتلتمون من جديد يا دكتور عمر ونحن في شهر رمضان المبارك؟ بالتاكيد لكل شيء في هذه الحياه امكانيه للاصلاح. جيد. نعم. طيب زين دكتور، عندنا ورتين حمراء وبيضة. نعم. المن تنطيها خارج نطاق العائلة والعلاقات الشخصية مع جل احترامنا للعائلة الكريمة، من أصحابك السياسيين، من أصدقائك المقربين، عندك وردة بيضة ووردة حمراء؟ يعني العمل العام يبرز شخصيات كثيرة، بإمكان أن تقدم طيب لهم. أنا شخصية واحدة بتقول هذه الوردة الحمراء لفلان وهذه الوردة البيضاء لفلان شخص، يعني لازم بكل صراحة لازم شخصيتي شخصي. إذا كان في موضوع العمل وفي موضوع السياسة وفي موضوع طيب. الحالة العامة، الوردة الأولى أهديها للسيد أبو مازن. طيب تحياتنا للدكتور أحمد عبد الله عبد لمواقفه الكثيره والكبيره مع طيب. صلاح الدين ومركز المحافظه بشكل عام. جيد. نعم. الورد الحمراء يعني اهديها ل العاملين في الخفاء خلف الكواليس، خلف الكواليس على مستوى الميدان في مركز قضاء تكريت، للعاملين في بلديه تكريت، عمال النظافه تحياتنا لهم، الرجال الاوفياء اللي يعملون في الظل لخدمة هذه المدينة والمحافظة. تحياتنا لهم. دكتور عمر، كلمة أخيرة تحب تخص بها قناة صلاح الدين الفضائية ومتابعي هذه القناة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم. صلاح الدين هي ابنة صلاح الدين في العراق الجديد. طيب. واكبت صلاح الدين منذ الأيام الأولى لعودة الحياة الطبيعية في صلاح الدين بعد عام 2003. هي يعني متميزة بشخوصها، بكادرها، بتوجهاتها، بتضحياتها الكبيرة لشهدائها الكبار. طيب. الذين سقطوا على أرض هذه الفضائية في يوم أسود من الأيام، رحمهم الله جميعا. صلاح الدين مواكبة لعمل إدارة صلاح الدين بشكل مستمر وعملنا بشكل مستمر. تحية من الأعماق في هذا الشهر الفضيل لكل العاملين فيها منذ تأسيسها في اليوم الأول إلى هذا اليوم. وتحياتنا لجنابك الكريم دكتور عمر، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم والازدهار حقيقة، خدمة لأبناء الشعب العراقي بشكل عام وأبناء محافظة صلاح الدين على وجه الخصوص. الدكتور عمر طارق الشنتع، قائم مقام قضاء تكريت، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وشكرا جزيلا لك، وشكرا جزيلا لصراحتك يا دكتور عمر. شكرا. والشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين على حسن المتابعة. كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في التقديم أحمد صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.